دوين جاكسون بيعمل ريباوند بيطلع الفاست بريك مع فادي الخطيب يلي بيروح على السله ما بينجح بالمحاوله ودوين جاكسون بيتابع مشاهدينا بهالجيم ضغط دفاعي من فريق هومنتمن نديم سعيد بيروح على السله بايده الشمال بيطلب طلب في ميس ماتش واضحه الميس ماتش على فؤاد عناتي دوين جاكسون رائع جدا ملا فينش يا دوين فعل ثنائي ارتكاز مخيف بالفريق الكسرواني بوقت النقاط عم يسجلها كيفن جالوي عم تكون لصالح فريق ميروبا مع توم عمار اللي عم يعطي تقدم لفريقه لكن كيفن جالوي برد بطريقته الخاصه بستيدي من فادي الخطيب عم يسجل الخطيب اتيرما جوك عم يلعب على جون بوهانن اتيرما جوك عم ينزله لتحت السله باسكت ان اللاعب السوداني تسديده ثلاثيه هايك جوك شا من الاتمت الاولى له بالجيم كيفن جالوي لفادي الخطيب فادي الخطيب بيعمل الفيك وصل لعتير ماجو لا لا هاي لاف ذيس جيم ما معقوله بلا سله ثواني بيبقى كيفن جالوي بيخترق رائع جدا كيفن جالوي طابع على الاوفنسيف ريباوند بيسدد بدوره عن الارك ونديم سعيد افضل 3 بوينتر بالليج اللبناني عم يسجل عن الخطيب الخطيب بنزل له اياها لاتير ماجوك تحت السله وهومنتمن عم يلقوا بعض بشكل ممتاز الخطيب عم يطلب الطابع على الاو بوست بجرب يلعب على العمار فادي الخطيب رائع يا خطيب رائع يا خطيب الخطيب عم يبرمو عم بيطلعوا الطابة بشكل سريع لاعبيه هومنتمن والخطيب بيسدد بنجاح نقطته السابعة أولى نقاط فريق ميروبا بالكوارتر الثاني تسديده ثلاثية لهايك منه بقى مظبوط بفريق ميروبا وفادي الخطيب عم يسجل 9 نقط لفادي الخطيب أفضل سكورر حاليا بالمباراة عم يجرب يلعب على جون بوهانن فادي الخطيب بمرن ذكية يا خطيب يا خطيب يا خطيب ما معقول 4 دقايق بيبقى لنهاية الكوارتر الثاني والخطيب كمان عم يضرب نشوف هالرقم اذا رح ينكسر كمان ضغط دفاعي سباكة تنجيهم بيقدر يعمل ستيل بيروح على البيس لاين وش دفاع المنطقة هايك بياخذ المحاولة الثلاثية وبيسجل نقطته العاشرة كيفن جالوي حلوة كثير حلوة كثير رقم جديد بالبطولة هالموسم بكوارتر واحد لهلا هايك بجرب يرد برد هايك 13 نقطة 4 ثلاثيات لهايك بالمباراة 4-1 بالفاست بريك تفوق عددي وأليوب ناجحة بين جالوي ودوين جاكسون سجل نقطة السادسة بتمريرة حاسمة من اللاعب كيفن جالوي لسرعين من الأربعة كمان فادي الخطيب ما معقول الاسيست قد ايه حلوه من كيفن جالوي بياخذ التسديده ما بينجح كيفن جالوي كمان على الديفنسيف ريباوند اتيرما جوك هاي لاف ذيس جيم اتيرما جوك 11 نقطة لماجوك هون بالترانزيشن كيد يخدها باتريك شهوين لكن كلفته غالي عم يمرر الخطيب هذا عنده سنتين فادي بسدد يا خطيب يا خطيب عم بسجل فادي الخطيب منه بعيد ابدا عن التريبل دبل تحت السله كمان بلوك شوت جديد فادي الخطيب بمرر لدوين جاكس لا 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 المسح زاد الرأس زاد حلوه كيفن جالوي بياخذ تسديد ثلاثيه ما بسجل فادي الخطيب بسجل الخطيب 26 نقطه لفادي وين لفادي فادي بيعمل فيك فادي الخطيب مع البورد ما بسجل الثاني بسجل فادي 30 نقطه لفادي الخطيب دوين عم يخترق دوين جاكسون وعم يسجل كمان 10 نقط لدوين جاكسون دوين من محل بعيد تسديده ثلاثيه بسجل جاكسون 13 نقطه لدوين جاكسون فادي توصل للشمعون يلي بياخذ تسديده ثلاثيه وبسجل كمان كيتين جيان لنديم حاوي كمان عم ينجح مقطوعة من هايك بمرة لقدام عند سيفايك اللي بيروح وصلوا على دوين جاكسون اي لاف ذيس جيم شو حلوة هالاسيست يا سيفايك سجل نقطة 19 بالمباراة حلوة كثير حلوة كثير الاسيست يا سيفايك على مرحلتين ما بيتمكن من التسجيل تمريرة هالمرة بوصلوا يا دوين لسيفايك برد له الجميل بشكل سريع وسيفايك سيفايك كمان عم يعمل ستيل سيفاك عم يمرر للشمعون الشمعون لدوين جاكسون كمان دوين عم بطير ويسجل سيفاك كيتنجا بمرر للحاوي حلو كثير حلو كثير الاسيست يا سيفاك 4 نقط لنديم حاوي هايك بيخسر الطابه هايك
هايك مصر بيخطف الطابة وبروح ليسجلها على روبرت أبشو. ودوين جاكسون هاي لاف ذيس جيم. ما معقول اليوم قد ايه عم يطير دوين جاكسون. هايك بيرجع برد بستيل هايك خاتشريان وهايك جوكشان في اثنين هايك على ارض الملعب من هايك لهايك.